الدولي في الفقرة الثامنة بكرنفال شعبية جنوب شوارع المدينة انطلاقا من ساحة مكة بمشاركة فرق فكرورية المحلية فرقة كناوة فرقة الدقة المراكشية طبان الغياطة الحصادة إلى آخره كل الفرق الفنية مشاركة الحمامشة عساوة Thank you.
ديالكم النادي ديالكم شنو سميتو؟ نادي شمس الرق من مدينة طنجة حيتان موحد. هذه المشاركة الثانية ديالكم؟ المشاركة الثانية.